جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبهما الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات